مدرسة ما البرق لا بيها وظالة هيك يسوي لها مية وبرق حطولها إن شاء الله. ما منين تنقلون؟ احنا والله ما نستفاد من هذا الكنار، تريدها من نروح نوارك اياه؟ نستفاد من الكنار، قلت لك يجينا مدة 10 أيام وست اشهر ماكو ماي، هاي 3 سنين هيك مسيرنا خربان، احنا مسير لوننا خربان وما عندنا شارة غير هذا، قاعدين نشرب ماي من الكنار الله ومان الله. وهذا الوضع هذا مال الكورونا اللي وضع الكورونا ماكو واحد، اطفال يشربون هاي الماي كم يوم حتى عتن اسحال، هذا عندنا بنات يشربون هاي الماي الذي حتى ستمرض. يعني انت هسه اخذ لك بطل مال ماي اخذ الذي تاخذه وياك، شوف ما هو يشربون من هاي المسؤولين الذي هم غادي يشربون هذا الماي يشربونه يعني. هذا الماي من الكنار انترس والله العظيم من الكنار. زين؟ لولا شاه لولا مقطوع المسير كله مقطوع. هاي هاي وسم مريضه هاي. اي والله هاي النسوان هاي شوف والله هاي قلبها كل يوم يكضها وتطيح. هذا الرجال الله يطيب سوى عليه جميل بالليل صار بثلاثة بالاربع ياسين. زين اشتكينا عند البخش دار نوطيين ما شد لنا مح. اشتكينا بالفرمان دار مال عبد الخان ما شد لنا مح. اشتكينا عند هذول السازمان مال الماي ما شد لنا محل، حتى بشوش 3 نوبات انا والله العظيم انا بشخصيتي رحت واشتكيت ما فادوا يعني. احنا امس والله هذا الماي من هذا نستفاد ماي الشرب من هذا مسيرنا مقطوع هاي سنتين ثلاث اهل القريه يستفادون من هذا الماي. اي والله برغ لا عدنا جاده لا عدنا من كلهم محرومين، عدنا المريض اللي يطيح ما نقدر نصف الدرب هو بالاخر ميت يموت مسير ما عدنا مقر. من كل حاض احنا بالاخره محرومين من كل شيء، من برغ، من ماي، من اصفاد، من كل امكانات. مزقنا هاي السيمانه ورينا لولا للروسته. بحسابنا احنا، لا بحساب السازمان ولا بحساب واحد غيره، بحسابنا احنا لمينا على روسنا فلوس وقريناها، هذا هو موجود هم المسير ماله هذا. نريد هم نطلعها لك نحفرها ونطلع. خاف تقول هذول جماعه يكذبون عليه. وهذا ضمن والله سنة ثالثة ما احنا مستفادين ماي من هاي التصفية مالت تامين آبشون از موسای شیخ نادر تأسیسات موسای شیخ نادر انجام زد خواسته حالی موسا این هست که موسای بغره از محل کانال پای پول تامین آب بشه، اینا معتقدن کیفیت بهتر هست. نشستی انجام شد در خود روسا با اهالی و بنا شد خط انتقال که به طول حدوداً 1300 این تغییر پیدا بکنه. اینا اهالی روسا گفتن بیرد میزن تأسیسات میخواید ایجاد بکنید در کنار کانال پای پل، ممکنه سرقتی اتفاق بیفته. بقولی مردم تو این دوتا روستا مشکل تامین آب دارن یا خیر در حال حاضر؟ تامین آب مشکل چیه؟ اینا چون که خط انتقال یه خط برحال 4 اینچ هست و آب هم یه حالت شیبی باید حرکت بکنه به سمت بالا، این قسمتی از روستا به تعمیم میکنه، بنا شد خط تغییر پیدا بکنه، عمق بدن اون کارت حفاظتی انجام بشه که مشکلی ایجاد نشه. دارید اقدام میکنید برای حل مشکلات آبشون درسته؟ نه فقط به روستای ابوغره با من گفتن مراقی 3 خانوار هم اینا خب طبق تقسیمات کشوری مزرعه حساب میشن. تامین آب روستای شیخ نادر در حال انجام. یک بعد روح ریدی نمیه لا برق لا ماي لا شايفين الضيف بدوة. حتى مبنى ماكو، مبنى ظلت خرايب والله العظيم. شوف هاي المراحيل والحمامات كل شيء ماكو، خرايب ظلت بيوتنا خرايب. وباشر مطر ويخران علينا وهاي ما ادري كم سنه مبنى. طيب يما سقد والله يعني تكسفنا، لا برق لا ماي لا خيابونات، احنا من دون خوزستان، ما احنا من خوزستان، ما احنا من الايران، سوونا حل ميه بالضيف ليش؟ نرجو من كل مسؤول يذبحنا
علينا. اه الله بالخير. هاي بعد عيون تلا حقوته موت الله وكيلك والعباس كفيلك. نسوان تمرضت على هاي شوف خاطك لحاجتك الله وكيلك. هذا دراع وبطن منها اللي هذا تسمع العافية يشفيك الشر ان شاء الله ويستر يستر دولتنا. الخير يا توب غريب خسري العبد الله محرومين من كل شيء واحنا الحرب طقنا وحتى ثلاث نفراتهم جرح منا الطياير الهليكوبترات العراقيات لك لا ما لا شيء بعد كل شيء هسه مفلسين من كل شيء حتى عيشه ماي ما عندنا ماي ماي يشرب الروا احنا ما نوجل على بعد الهم. اي حجه وضعيه ماي كم برخ كم سولفها لا برخ فرد تراز 50 بيت فرد تراز ماي كم ماي كل شيء ماكو ماي ما عندنا كلش ماكو ماي ضعيف لو مقطوع عليك لا مقطوع كل كلش اللول هسه تعالوا شوفوا اللول الوحده ماكو بيها غليلة كلش غليلة ما تيري ومقطوعة مقصوصة بالبوبة هذا راجعته فرماندار وصار راجعنا كل أدارة ماينا السهمية مالتنا صارت للسليمان ما اطوها للسليمان تحويل احنا والدحيمة ماينا الدحيمة يروا من الشركة شركة السباحة مالت مكداخ واحنا ظلينا على بيوتنا وشوف ايش قدر فرشاتها كثيفه ايش قدر فرشاتها.